فإن العقل السليم يهدي إلى الخالق العظيم، يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى أحقية الحق عند أهل الحق الذين سراجهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عقل من عقول البشر يهدي إلى هذا إن لم يزغ وينحرف في كيفية استعماله. فأما إذا انحرف في كيفية الاستعمال فكما أن هذه العين الظاهرة تهدينا إلى حقيقة الأجرام والأجسام والألوان، إلا أن تزيغ، إلا أن تنحرف، إلا أن تخرج عن الصحة، إلا أن تركب لها نظارة تغير عليها اللون فيتخيل ويرى اللون على غير اللون، حتى قد يصاب بالصفار فيرى كل شيء أصفر، يقال أحمر يقول أصفر، وهذا أبيض يقول أصفر، الصفار في عينه هو الخلل في عينه التي تنظر وليس في المنظور. كذلك هذا العقل يهدي إلى أن الله واحد وأن محمد صاحب الحق. كل عقل في العالم يهدي إلى هذا إن أحسن، إلا أن يناط به مرضه، أن يزاغ في كيفية استعماله وفي كيفية التعامل معه. أما إذا استخدم على وجهه الصحيح فلا يهدي إلا إلى الحق وإلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد وقد أسلم أيام صلح الحديبية، أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك إلى الحق قبل هذا اليوم، تسابق وتسرع في الأوائل مع الأولين، اليوم بعد صلح الحديبية تأتي تسلم؟ قال أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك، يدلك على صدق هذا النبي، على أحقية هذا الخاتم للنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. كذلك العقول تهدي أربابها ما لم تغلبها الأهواء والشهوات فتستخدم استخداما سيئا تزيغ به عن الرؤية الصحيحة للأمور. فما العقل إلا آلة آتانا الله إياها كما آتانا هذه الأبصار، إلا أن اهتداء العقل إلى الحقيقة يتم بواسطة نور الوحي المنزل، كما أن اهتداءنا إلى رؤية الأجسام وألوانها يتم بنور شمس أو قمر أو سراج من السرج، فإذا أشرق عرفنا ورأينا، إذا غاب عنا كنا في ظلمة. أليس لك بصر؟ عنده بصر، ممتاز البصر، يقول الطبيب 6/6، ولكن ظلمة ما يرى فيها شيء، لابد له من نور حتى يهتدي. وكذلك هذه العقول نورها القرآن ونورها بلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أشرق هذا النور لأي عقل أشرق له الحق. قال سيدنا عبد الله بن سلام لما وقع نظري على وجه النبي محمد علمت أنه وجه حق، علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. حينما وقع عيني على وبصري على وجهه الشريف أول ما وصل للمدينة وسمع بقدومه ذهب وقابله، قال فأول ما نظرت إلى وجهه علمت أنه وجه صدق ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم.